قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الأردن ولد من رحم الأزمات وتعود أن يحولها إلى فرص وأن يخرج منها أقوى. جاء ذلك خلال محاضرة لرئيس الوزراء في الجامعة الأردنية حول أولويات الحكومة وتحديات المرحلة المقبلة. استعرض خلالها الأوضاع الاقتصادية وتطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية. احنا جئنا على أثر احتجاجات شعبية في مختلف أنحاء المملكة، وبعدها بأيام شفنا أزمة اللجوء السوري على الحدود الأردنية والتعامل مع هذه الأزمة وكيفية التعامل معها، وتلا ذلك بأيام العمل الإرهابي المشين في الفحيص والسلط والذي استشهد فيه ثلة من أبناء الوطن النشامة، وبروز عدد من الإجراءات الأحادية على المستوى السياسي والعالمي التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية. كل هذه الأمور ويعني بالتواتر واحدة بعد الثانية بدأنا نلمسها. من السهل النظر إلى هذه الأحداث بالكثير من التشاؤم حول واقعنا ومستقبلنا، ولكن إذا سمحتوا لي بعجالة أن نحن كلنا نعرف أن نذكر بعضنا البعض أن الأردن ولد من رحم الأزمات وأنه تعود على الأزمات وعلى تحويل الأزمات إلى فرص، وأنه مرارا وتكرارا خرج من الأزمات أقوى منه عندما دخلها.